السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم اليوم مايكو كابتن مانتو كابتن سكيب نتورك، معكم فيديو جديد. اليوم يا جماعة اليوم بتكلم وياكم في موضوع عن موضوع الفلوقات. فموضوع الفلوقات يا جماعة بيكون يعني بصراحة سنة 2019 انتهت. فشاجم بطل الدوري الإمارات وبطل الكاسين هم شباب الأهلي، وأيضا في الدوريات الخمسة الكبرى فأبطال الدوريات الخمسة الكبرى بيشارك في الدوري الإسباني، ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي بعد صراع مع ليفربول، و يوفنتوس في الدوري الإيطالي، وأيضا بي إس جي في الدوري الفرنسي، وبايرن ميونخ في الدوري الألماني. فحاليا لا أبغى أقول لكم مخططاتي لفترة 19 في عشر. أول شيء هذا للجيمينج، شيء يعتمد على إضافة دوري الإماراتي لفيفا. فبصراحة دوري الإماراتي على الأبواب شبه رسمي إنه بينضاف، بعد ما اللاعب لنادي خوفا كان اللي هو تو صعد للدوري الإماراتي سوى تمرين صور لفيفا 20، وأيضاً هو صرح بنفسه قال إنه ممكن في دوريات ثانية تضاف غير الدوري الإماراتي، وهي هم الدوريين الفنلندي والأندونيسي. بحط لكم رابط تحت سلسلة الدوري الإماراتي. اوكي يلا كمل. فالمخططات وهي ان نحضر نسوي فلوق واحد بس خارج الدولة، نسوي فلوق واحد بس خارج الدولة ان شاء الله يعني بنسوي اكثر. فايضا فيلمات انا اتوقع اني ممكن بقى اني اشجع نادي، لان يعني انا الحين ما شجع نادي ابدا، لان ما بقول لكم حاليا لان اوكي الحين يعني انا بقى اني اسوي 10 فلوقات او 9 فلوقات واحدة خارج الامارات. فعشر فلوقات كورة، يعني 10 فلوقات عن مباريات، لأن يعني في السنة هالسنة الحالية نزلنا 6 فلوقات ولو انتو تشوفوا 9 ترى في 3 نزلتهم هم كان فلوقات كورة. فالفلوق الأول هو يعتبر الأكثر نجاحا، وهو الفلوق الأول اللي كان في كشوي الأول مرة بسبب وصول إلى 400 مشترك. هذه كان في شهر 12 من 2018، وبعدين سوينا الفلوق الثاني في شهر يناير، وكان فلوقين في شهر يناير، وهم فلوق منتخب السعودية ضد لبنان المكتوم، وايضا فلوق ثاني كان هو فلوق منتخبنا الوطني ضد منتخب كرغستان. فهاي الفلوقين شهدوا نجاح باهر انهم يابوا فوق 100 مشاهدة. فالفلوقات اللي بعدها هي فلوقات يعني احسها يعني قلت في المشاهدات، وهي الفلوق الاول بعد قصصي كان في استاد عزام بن زايد هو العين والهلال، وصل 50 مشاهدة تقريبا اتوقع اذا ما خفضني. والفلوق الرابع كان الفلوق الخامس في القناة كان هو فلوق شباب الاهلي وصل، اللي كان فيه اكتساح لشباب الاهلي، وعقب هذا الفيديو وصل تقريبا 150 مشاهدة. والفلوق الاخير اللي كان في الموسم كان 29 ابريل بالضبط،
وكان هو بين شباب الأهلي والظفرة. فهاي هي كانت فلوقات الكورة. فحاليا اللي متأهلين للدرجة أول فلوق، هذا أول فلوق بيكون من الموسم الجاي، وهو مباراة الوحدة ضد النصر السعودي. فمباراة بتكون في ملعب المكتوم، وبتكون في أغسطس. فممكن يعني هالفترة اللي من شهر 6 لشهر 8 ممكن أسوي فلوقات شوي، يعني مو بوايد، لأن يعني ممكن أسوي فلوقات برا الكورة. وأيضا ممكن أسوي فلوق عن نهاية دوري الأبطال، أجواء نهاية دوري الأبطال. أكيد ما بحضر لأن التذاكر جدا غالية. أوكي، فإذا بتسألوني عن توقعاتي ليفربول ضد توتنهام، أنا بصراحة أتوقع، شخصيا أتوقع فوز ليفربول. أوكي، ونهاية الدوري الأوروبي أرسنال، ليفربول وأرسنال. أتوقع مبروك عليكم، أنكم في إسطنبول. أوكي، أتوقع أن حاليا يعني هل أنا قلت لكم إياه، وأتوقع إني أنا بسوي 6 بلوجات خارج الكورة في 2020. ف 2020 يعني إن شاء الله يعني السنة هذه يكون فيها 1000 مشترك إن شاء الله. وهاي التحدي اللي تحديتكم عليه في فلوق 12 رمضان، تحديكم عن 1000 مشترك ونكشف عن اسمي الحقيقي. فأتوقع أنني لهنا وصلت المقطع. وإنكم استمتعتوا لا تنسوا لايك سبسكرايب كومنت شير، وجزر الجاس أيضا. وأتمنى أنكم تكتبون أسئلتكم تحت، لأن بجاوبها في أول أيام العيد. فالسلام.